اي تري بيان. دوك انا هضروا على التوابل، السر اللي يخلي الجزائريين يجوا المغنية وبالخصوص على التوابل. شوف التوابل هنا مغنية معروفة باللمسة تاعها، سما تختلف طريقة التحضير. سما هنايا عندنا كما نقولوا البريباراسيو تاعنا سبيسيال وحدكم، الخلطة السحرية. الخلطة السحرية كما هنايا راك تشوف هاد لي سبيسيال منا، خاص كسكس، خاص غراتان، خاص لحم، كما هادو ميلونج تاعنا حنا نخدمه، حنا نخدمه وحدنا. سما لا روسيت تاعه كما نقولوا تاعنا خاصه بابو عصام. سما تمشي منا هنا في مغنيه كاع عندهم توابل، بصح كل واحد عنده الخلطه تاعه. كل واحد كيفاش، كل واحد عنده الخلطه تاعه. طيب هي صار لكم ماشي شخشوخه تاع بسكره مسيله، وكل وحده ولا البنه تاعها تاع شخشوخه تاع مسيله تاع مسيله، الزفيطي تاع ابو سعاده تاع ابو سعاده، يعني كل حاجه عندها الاصل تاعها. سما انتم هنايا هذه الماده انتم تخدموها، انتم تطحنوها، انتم شوف حنا نجيبوا الحبوب. انتم تجيبوا الحبوب واه، تبقى كما نقولوا في حنا الطحين عندنا نطحنوا كما نقولوا الماده الاوليه دائما حاجه برومي شوا، من بعد تنطحن تتغربل تفوت في لي زاناليز، هذه هي اللي عليها العمده. زاناليز اه لي زاناليز، لا اوبوزيتيف لا بيبليز. شوف كي يقول لك حنا عندنا نخدموا مع تيكنولاب، كي يقول لك هذه ريفيزي ريفيزي ما نعطيوهاش حنا للشعب. سما يدي حاجه بروب، يدي حاجه كما نقولوا زعما اللي راني يديها لداري خاطرش واه لي زاناليز. شوف كاع يفوتوا في لابوراتوار كما نقولوا، كي نصيبوا حاجه زعما قال هذه ريفيزي ريفيزي، وعندنا الاخر الورقه تاعها باللي نجيبها لك تشوفها. معليش معليش لا لا معليش لا لا امن بالله سيدي صاي. ولا كي قلت لي زاناليز المشاهد زعما كما نقولوا تكون عندها قناعه باللي راه في الاصل، يدي حاجة اللي ما يندمش عليها.